أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم على أمراض الفاكهة الفيروسية في محاضرة بتتحدث عن أهم الفيروسات أو أهم الأمراض الفيروسية اللي بتسببها الفيروسات وبتصيب أهم أشجار الفاكهة المختلفة في مصر. النهاردة هنتكلم على أول فيروس معانا، هو فيروس جدري أو مرض جدر الحلويات اللي بيسببه فيروس البلامبوكس فيروس PPV. المرض ده ظهر لأول مرة في أوروبا وليه اسم شائع باللغة الإنجليزية اللي هو شرقة. شرقة دي معناها جدري، الجدري اللي هو المرض المعروف اللي بيصيب الإنسان وبيعمل بعض الحبوب أو التبقعات على الجلد اللي بتبقى بارزة. والمظهر بتاع المرض الفيروسي ده على أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية بيتشابه إلى حد ما مع هذا المظهر، والأعراض بتاعته بتكون بصفة عامة على النباتات ذات النواة الحجرية اللي زي الخوخ والمشمش والبرقوق، بتبقى أعراض على شكل شفافية عروق، وبنلاحظ برضو بقع حلقية لونها صفرة بالإضافة إلى موزايك في بعض الحالات. وأما على السمار بيحصل تشوه على السمار، وبيكون لو بصينا على الكسرة بتاعة النواة الحجرية دي هذه السمار بنلاقي تغيرات في اللون بتاعة الكسرة غير اللون الكسرة الطبيعي زي ما احنا هنشوف في الأعراض اللاحقة. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح الشكل العام للأعراض. الأعراض زي ما احنا ذكرنا سابقا بتكون غالبا عبارة عن شفاف العروق زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا، بالإضافة إلى بقع حلقية لونها باهت أو لونها أصفر زي ما احنا شايفين في أكتر من منطقة على الورقة بتاعة النبات دي، ورقة نبات مشمش. برضو لو جينا بصينا على الثمرة هنلاقي إن هي مشوهة، القطاع العرضي بتاعها للثمرة ما هوش متناسق أو ما هوش متساوي، بالإضافة إن احنا لو بصينا على الكسرة هنلاقي إن الكسرة بتاعة البذرة في بعض المناطق لونها اختفى أو لونها أفتح من اللون الطبيعي. وبناء عليه دي الأعراض المميزة والتشخيصية للمرض على نباتات العائلة النواة الحجرية زي المشمش والخوخ والبرقوق. هنا الأعراض بتكون واضحة على ثمار وأوراق نباتات البرقوق زي ما احنا شايفين الثمرة عليها مناطق أو بقع غير منتظمة، وبالإضافة إلى تشوه في شكل الثمرة زي ما احنا شايفين في البرقوق، وده العرض بتاع الموزايك وشفافية العروق والموتلينج التبقعات على ورقة البرقوق. بالنسبة للخوخ بنلاحظ تقريبا نفس الأعراض، شفافية في العروق، بقع حلقية لونها شاحب، بالإضافة إلى تشوه في الثمار على الثمار الخوخ زي ما الصورة دي مركزة على الأعراض على الثمار. هنا شكل الأعراض على الثمرة بتاعة الخوخ زي ما احنا شايفين برضو في تشوه في اللون وبقع حلقية. بالنسبة للمشمش هنلاحظ إن في تشوهات على الثمرة بتاعة المشمش وفي بعض المناطق البارزة على الثمرة من الخارج. والثمرة دي غالبا لو جينا دقنا طعمها هنلاقي طعمها مر، بالإضافة إلى التشوهات اللي موجودة قدامنا دي. ولو جينا بصينا على الشكل بتاع الكسرة بتاعة البذرة من جوه هنلاقي في بعض المناطق لونها أفتح من لون الكسرة الطبيعي، فبناء عليه المظهر دوت لو احنا شفناه على النباتات بصفة عامة سواء الأوراق أو الثمار أو الكسرة بتاعة البذرة دي كلها هي عبارة عن المظهر بتاع الإصابة بفيروس البي بي في. وبناء على الأعراض زي ما احنا شايفين دي كده أعراض واضحة، لكن في بعض الحالات الفيروس لما بيحصل إصابة جديدة على الأشجار بيؤدي إلى تساقط الأزهار، وبالتالي بيحصل فقد جديد في المحصول، بالإضافة للقيمة الاقتصادية بتاعة المحصول بتقل نتيجة إن الثمار زي ما احنا شايفين كده مشوهة وتبقى غير قابلة للتسويق، بالإضافة للطعم بتاعها غير مقبول نهائي للمستهلك، وبالتالي فهو يعتبر من أخطر الأمراض الفيروسية اللي بتصيب نباتات أو عائلة النواة الحجرية زي الخوخ والمشمش والبرقوق. ومن أهمية هذا الفيروس على هذه المجموعة من أشجار الفاكهة حصل إن في تقريبا مؤتمر عالمي بيحصل بشكل سنوي عشان يقدروا يواجهوا ويكافحوا هذا الصورة اللي قدامنا دي بتوضح حشرة من الخوخ، وده النائل الحشري المتخصص لفيروس جدري الحلويات. فيروس جدري الحلويات الشكل العام للجزيء الفيروسي خيطي الحمض النووي من نوع RNA single strand positive RNA. الفيروس بيتنقل من خلال أثناء عملية التكاثر الخضري أخذ البراعم وأثناء عملية التطعيم
لو البراعم ديت متصابة وحصل لها تطعيم على نباتات سليمة بيحصل نقل للفيروس، والعكس بالعكس. الناقل الحشري احنا قلناه من شوية وشفنا شكله، هي حشرة من الخوخ، بتنقل بطريقة غير باقية. أهم طرق مكافحة المرض إن احنا نستخدم نباتات سليمة أو براعم سليمة أو أصول سليمة بصفة عامة خالية من الفيروس، نستخدم شتلات أو نباتات خالية من الفيروس وتكون فيها صفة المقاومة، إجراء كشف دوري للحقل بعد الزراعة بحيث مجرد اكتشاف أي شجرة مصابة يحصل لها إزالة فورا لأنها تكون مصدر لانتشار المرض في الحقل. تاني حاجة بنحاول في بعض الدراسات حاليا بتحاول إنها تستخدم ظاهرة الوقاية المتبادلة باستخدام سلالات ضعيفة من الفيروس عشان تقدر تحمي النباتات من السلالات القوية، بالإضافة إن حاليا في بعض الجهود اللي بتتم عشان ينتجوا بعض السلالات أو النباتات المحورة وراثيا بحيث يحصل تعبير جيني جواها للجين الغطاء البروتين للفيروس عشان يقدر يعمل حماية للأشجار من الإصابة بالفيروس. المرض اللي بعد كده معانا هو مرض التريستيزا، اللي هو التدهور السريع في الموالح، والمرض دوت منتشر في جميع أنحاء زراعة أشجار الموالح على مستوى العالم. المرض ده يعتبر من أخطر الأمراض الفيروسية اللي بتصيب الموالح بصفة عامة. جنس الموالح بيشتهر إن فيه بعض الأنواع زي البرتقال الجريفروت والليمون. الفيروس السلالة الشديدة في منه سلالات، طبعا السلالة الشديدة منه بتقدر تعمل تدهور للمحصول بشكل عام سواء في الإنتاج أو في الجودة للمحصول، ومع زيادة تطور المرض في النبات بيحصل إن الشجرة بتقل العمر بتاعها، وفي النهاية بيحصل موت للشجرة بعد الإصابة الشديدة للنبات بالفيروس. أكتر الأعراض شيوعا وأهمها لمرض التدهور السريع في الموالح هو حدوث تدهور تدريجي خلال مراحل المرض المختلفة مع تطور الزمن، وفي النهاية بيحصل اصفرار ثم سقوط الأوراق ثم موت للأشجار في النهاية، وده أهم عرض نقدر نستخلصه من حدوث الإصابة بالمرض ده. أعراض المرض بتختلف باختلاف السلالة الفيروسية، وأيضا بتختلف باختلاف الأصل النباتي اللي بيتم زراعته اللي هو يعتبر فيه المجموع الجذري، وأيضا الطعم. جميع هذه العوامل هي اللي بتتحكم في حدوث الأعراض ومظهرها على النبات بصفة عامة. معظم السلالات بتاعت فيروس تريستيزا أو التدهور السريع في الموالح معظمها بتكون من النوع القليل حدوث الأعراض على النباتات المصابة، وبالتالي ما قدرش نكشف عليه في الشتلات اللي احنا بنزرعها عشان ننزلها للحقل بسهولة، فلازم ناخد أجزاء من الطعوم دي أو الأصول عشان نعمل لها كشف ببعض الطرق او الاختبارات زي الاختبارات السيرولوجية، او احنا ناخد جزء من الطعوم ونحطها على بعض النباتات الحساسة عشان نقدر نتأكد انها سليمة وخالية من الفيروس. بصفة عامة الاعراض بتكون على الشتلات اللي احنا بننتجها بتكون عبارة عن اصفرار وتقزم للنبات بصفة عامة. الاعراض على الاشجار الحديثة او الشتلات المزروعة حديثا في الحقول غالبا بتكون عبارة عن موت سريع للنبات في خلال فترة زمنية قصيرة ممكن توصل لبعض أسابيع. أما بالنسبة للأشجار الكبيرة في العمر واللي حصل لها إصابة متأخرة بيكون الأعراض تظهر بتدريج على شكل اصفرار ثم حدوث موت للأوراق، يليها بعد كده تساقط للأوراق ثم موت للأفرع وجفاف للشجرة، وبعد كده في النهاية بيحصل موت. الكلام ده بيتم خلال مرحلة زمنية طويلة من الزمن، وبعد كده بيحصل موت للنبات بالكامل. طيب نفسر اللي حصل ده ايه، او نتيجة الاصفرار اللي حصل والذبول للنبات والموت. نتيجة ان المنطقة بتاعة اتصال الاصل بالطعم بيحصل فيها نكروزس او موت للخلايا في هذه المنطقة، وبالتالي جميع المنطقة اللي هي بيكون فيها المجموع الخضري اللحاء بيحصل له عدم نقل للسكر والكربوهيدرات اللي بتقوم بالمحاولات البناء الضوئي ونقلها للجذر عشان يغذي الجذر ويبتدي يكبر، وبالتالي يغذي الشجرة بالكامل. بيحصل ان هو بيقف، وبالتالي بيحصل اصفرار للاوراق وفقد للمجموع الخضري، والمجموع الجذري بيكون صغير وحجمه غير متناسق مع حجم الشجره، وفي النهايه بيموت. وبناء عليه لما بيحصل موت للمجموع الجذري في النهايه بيحصل موت للنبات بالكامل.
في بعض الحالات بيكون الأعراض اللي بتظهر على النبات مش بس كده، ممكن يظهر لو السلالة عندي جديدة أكتر من كده، يحصل بعد وجود النقر أو مناطق غائرة على الكلف بتاع شجرة الموالح نتيجة حدوث النكروزس، وبالتالي ده برضو مؤشر أو دليل على حدوث الإصابة بفيروس التدهور السريع في الموالح. فيروس التريستيزا من الفيروسات اللي الجزيئات بتاعتها شكله خيطي، يعتبر من أطول الفيروسات في الطول، طول الجزيء حوالي 2000 نانومتر. نوع الحمض النووي من نوع الـ RNA positive single strand RNA. دي أهم الأعراض للفيروس. زي ما احنا ذكرناها سابقا هنلاحظ إن في شفافية في العروق وأصفرار على الأوراق بصفة عامة، وده المظهر الرئيسي على الأوراق اللي ممكن نشوفه. الأعراض على الشجر بصفة عامة هنلاحظ هو اصفرار الأوراق زي ما شفنا، وبعد كده يحصل موت للأفرع للنبات على الأشجار من القمة، وبعد كده النبات بالكامل أو الشجرة بالكامل بيحصل لها موت تدريجي بمرور الزمن. وزي ما احنا ذكرنا سابقا ممكن نلاحظ إن مناطق اتصال الأصل بالطعم، المنطقة دي بيبقى فيها نكروزس أو مناطق غائرة في المنطقة الاتصال دي، وبالتالي بيحصل عدم توصيل للغذاء من الشجرة أو المية من الجذر، وفي النهاية بيحصل موت للأشجار بعد مرور فترة زمنية من الإصابة. الصورة اللي قدامنا بتوضح مظهر على الحقل بصفة عامة، هنلاحظ إن في مناطق الأشجار اللي فيها حصل لها موت، بالإضافة إن في مناطق تانية بتبتدي يظهر عليها الأعراض للمرض بالتدريج وعلى حسب المرض حصل أو شدته على النبات إزاي. ففي بعض الأشجار حصلها اصفرار بالكامل، وفي أشجار تانية حصل لها موت، وفي أشجار تانية ابتدى الإصابة تظهر عليها بالتدريج. الصورة التانية هتلاحظ فيها وجود النكروزس في منطقة اتصال الأصل بالطعم واضحة، بالإضافة إن في بعض المناطق الغائرة على القلف من الخارج. هنا برضه الصورة دي بتوضح لنا المناطق الغائرة اللي ممكن تبقى موجودة على القلف للشجرة من بره، ودي أحد الظواهر أو أحد الأعراض التشخيصية لمرض التدهور السريع في الموالح. الصورة الأخرى بتوضح لنا الثمار أو شكل المحصول اللي بيبقى ناتج من الأشجار المصابة، بتبقى تقريبا أشجار ضعيفة، وبالتالي الثمار اللي عليها بتبقى ثمار صغيرة في الحجم وغير مقبولة للتسويق اقتصاديا، وبالتالي بيحصل فقد في المحصول سواء في الكمية أو في الجودة بتاعته. طرق انتقال الفيروس. الفيروس بينتقل بصفة عامة من خلال البراعم أو الطعوم المصابة بالفيروس، وبالتالي لو أنا خدت طعوم أو براعم مصابة وابتديت طعمتها على الأشجار عشان أعمل لها إكسار وهي كانت مصابة، فبالتالي أنا بزود من معدل انتشار المرض وبيحصل الإصابة. الطريقة التانية والرئيسية والأكثر شيوعا هي حشرات المن. المن بيقدر ينقل الفيروس بطريقة شبه باقية، بحيث إن الحشرة تقدر تكتسب الفيروس بعد مدة تغذية حوالي من نص ساعة إلى ساعة تقريبا. بعد كده الحشرة تقدر تنقل الفيروس لفترة زمنية قد تصل إلى 24 ساعة على الأقل. من أكثر أنواع حشرات المن أو أجناس المن القادرة على نقل الفيروس هو حشرة من الموالح البني اللي هو الجنس توكسوبترا، زي ما نشوف وهنشوف شكله في الصورة القادمة. الصورة دي بتوضح لنا الشكل حشرة المن البني الموالح اللي هو الجنس توكسوبترا، والصورة الأخرى بتوضح لنا شكل الجزيء الفيروسي لمرض التدهور السريع في الموالح التريستيزا. نلاحظ ان هو يعتبر من اطول الفيروسات او اطول الجزيئات الفيروسيه اللي موجوده عندنا او درسناها حتى الان. اهم طرق مكافحه المرض، اولا ان احنا ما نستخدمش اي نباتات او شتلات او طعوم مصابه بالمرض. ثانيا الكشف والتاكد من خلو الطعوم او الاصول من الإصابة المرضية جيدا قبل زراعتها. في حالة الزراعة والكشف عن وجود بعض الشتلات أو ظهور الأعراض على أي شتلة من الأشجار حصل لها إصابة، يتم التخلص منها فورا لأنها بتكون مصدر للعدوى مبكرة في الحقل. استخدام نباتات وأصول مقاومة للمرض. في حال الزراعة في بشتلات أو أصول يفضل استخدام الأصل يوسيفيكو ليوترا كأصل لزراعة الأشجار الموالح، لأنه يعتبر من الأصول المقاومة للفيروس. استغلال ظاهرة الوقاية المتبادلة والحماية
الحماية المتبادلة وده بيتم في بعض الحالات على المستوى التجاري، إن بيتم حقن بعض الأشجار بالسلالة الضعيفة عشان نحميها من السلالة القوية في حالة حدوث الإصابة أو توقع حدوث الإصابة بالسلالة القوية في الحقول. المرض اللي معنا بعد كده هو مرض الورقة المروحية في العنب، اللي بيسببه فيروس الورقة المروحية الجريب فان ليف فيروس. الفيروس ده من النوع الحمض النووي من النوع RNA single strand. الفيروس دوت من مجموعة العائلة نيبو فيروس. مجموعة النيبو فيروس دي من أشهر مميزاتها إنه بتنقل الفيروسات دي من خلال النمطوطة، والفيروس ده منتشر على في جميع أنحاء العالم وبسبب خسائر كبيرة لمحصول العنب. أهم أعراض المرض، أولا المرض دوت لما بيسبب لما بيصيب الأشجار بيسبب لها خسارة وفقد في المحصول وتقليل المحصول بنسبة حوالي قد تصل إلى 80%، وقد يصل في نهاية الإصابة أو الإصابة شدتها تزيد ويحصل موت لأشجار العنب. أهم الأعراض هي من اسم المرض إن بيظهر أعراض على الأوراق الأشجار المصابة، بتشمل أعراض للورقة تشبه شكل المروحة، بيحصل فيها تمزقات بشكل كبير جدا ويكون الورقة شكلها غير طبيعي ويحصل فيها شكل يشبه مروحة نتيجة وجود تمزقات كتير. ثانيا إن الثمار الناتجة بتكون عدد الحبات فيها قليل وحجم عنقود العنب صغير، وبالتالي بيقلل من القيمة الاقتصادية للمحصول، وبيكون نضج المحصول بياخد وقت طويل فبيؤدي إلى فشل في تسويق المنتج. بالإضافة إلى ذلك يحصل إصفرار للأوراق والأشجار بتكون المصابة متقزمة مقارنة بالأشجار السليمة. المدى العوائلي للفيروس دوت محدود وغالبا بيكون على أشجار العنب أو العائلة التابعة للعنب. الفيروس زي ما ذكرنا سابقا النوع الحمض النووي RNA positive، ده صورة بتوضح شكل الجزيئات الفيروسية تحت الميكروسكوب الإلكتروني. الفيروس زي ما احنا شايفين شكل الجزيئات كروية، الأبعاد بتاعتها 28 نانو متر. الصور اللي قدامنا بتوضح أهم الأعراض للمرض على أشجار العنب في الحقول. زي ما احنا شايفين كده بنلاحظ إن الأعراض غالبا بتكون الأشجار المصابة عليها إصفرار للأوراق، ويكون معدل نمو الشجرة أقل والأشجار بتبقى مقزمة مقارنة بالنباتات. الأعراض على الأوراق غالبا بتكون زي ما احنا ذكرنا سابقا، بتكون عبارة عن حدوث تمزقات شديدة وغائرة في الورقة فبتؤدي إلى الشكل المروحي اللي احنا ذكرناه واللي جه من اسمه اللي جه من الشكل ده وتسمية المرض ده الورقة المصابة مقارنة بالورقة السليمة. بالإضافة إن بيحصل اصفرار للأوراق زي ما احنا شايفين، أو في بعض الحالات بيظهر شفافية في العروق زي ما احنا شايفين في الأعراض اللي قدامنا. بالإضافة إن النباتات بتكون متقزمة والتفرعات فيها أقل مقارنة بالسليمة. ده بالنسبة للأعراض على الأعراض على زي الاستجمار زي ما احنا ملاحظين في العناقيد اللي هي موجودة في النص، الاتنين دول دي عناقيد عنقيد ثمار في أشجار مصابة زي ما احنا شايفين كده، حجم العنقود مختزل وصغير، بالإضافة إلى عدد الحبات عليه أقل، بالإضافة إلى عدم التجانس في معدل نضج الحبوب أو الحبات العنب على الكلاستر أو على العنقود، لأن في بعض منها غير ناضج والبعض ناضج، وده بيؤدي إلى فشل في التسويق مقارنة بالعناقيد اللي ناتجة من الأشجار السليمة زي ما احنا شايفين اللي على الشمال هنا. طرق انتقال الفيروس، الفيروس غالبا الطريقة الرئيسية لانتقاله وانتشاره في الحقول غالبا عن طريق النيماتودة، خاصة النيماتودة الخنجرية زي جنس السيفينيما، ودي الطريقة الرئيسية لانتقال وانتشار الفيروس أو النقل الرئيسي للفيروس هو النيماتودة. ثانيا الشتلات أو العقل من الأشجار المصابة اللي احنا استخدمناها في زراعة مرة أخرى في الحقول بقت تبقى مصدر للعدوى وانتشارها، يبقى العقل المصابة مصدر من مصادر العدوى. الحالة الثالثة ودي نادرة قليلا لأن العنب ما بتكسرش من البذور، لكن هي ممكن تكون أحد الوسائل لكنها نادرة الحدوث، إن ممكن يتنقل عن طريق البذور. فبالتالي الطرق الرئيسية لانتقال الفيروس هما الطريقتين الأساسيين، هي عن طريق النيماتودة واستخدام العقل المصابة. الطرق المكافحة بتكون مرتبطة بوسائل انتقال الفيروس زي ما ذكرنا من شوية، إن هو بيتنقل عن طريق النيماتودة، وبالتالي العامل الرئيسي لمكافحة المرض ده إن أنا بقى عندي التربة خالية من النيماتود. ده بيتم عن طريق
حاجتين رئيسيين. هو الحاجة الأولانية إن أنا أستخدم بعض المواد الكيميائية أو بعض العوامل اللي بتخلي التربة معقمة أو خالية من المرض وبتعمل قتل النمتودة. ده بيتم باستخدام بعض المواد الكيميائية أو باستخدام بعض الطرق الطبيعية زي التشميس. الحاجة التانية أستخدم بعض المبيدات النيماتود دي المتخصصة لقتل النيماتودة. الحاجة التالتة إن أنا أستخدم بعض الأصناف المقاومة للنيماتودة، وبالتالي بتؤدي إلى تقليل انتشار المرض في الحقول. الفيروس اللي هنشوفه دلوقتي ونتكلم عنه هو أحد الفيروسات اللي النوع الحمض النووي ليه من النوع DNA single strand، وهو أحد أهم وأخطر الفيروسات النباتية اللي بتصيب محصول الموز. المرض المشهور جدا في الموز وعامل مشاكل كبيرة وخسائر اقتصادية لنباتات الموز على مستوى على مستوى مصر ومستوى العالم هو البنانا بانش توب فيروس، تورط القمع في الموز. الفيروس ده من الفيروسات القروية، الأبعاد بتاعته بتتراوح ما بين 18 ل 22 نانومتر، ونوع الحمض النووي ليه من النوع DNA single strand. أهم طرق انتقال الفيروس، الفيروس بينتقل عن طريق حاجتين رئيسيين أو وسيلتين رئيسيتين. الوسيلة الأولانية هي حشرة المن من الجنس بنتانوليا، والحشرة المن بتنقل الفيروس من خلال التغذية من النبات المصاب ثم تنتقل على النبات السليم بطريقة بقية. الوسيلة التانية اللي بتنقل بها الفيروس هي طرق التكاثر الخضري، زي نستخدم ريزومات أو نباتات مصابة أو نباتات ناتجة من تكنيك زراعة الأنسجة مصابة وتكون مش ظاهرة عليها الأعراض، وبعد ما بزرعها يظهر عليها الأعراض. فبتكون دي الطرق الرئيسية لانتقال الفيروس في الحقل. أهم أعراض المرض تتلخص في 3 نقط رئيسية. النقطة الأولانية إن النباتات المصابة في النهاية ما بتنتجش محصول تقريبا أو بتنتجش ثمار، وإن أنتجت ثمار بتكون مشوهة وغير قابلة للتسويق. العرض الرئيسي بيكون على الأوراق. لو جينا لاحظنا بصينا على الأوراق هنلاحظ إن الأوراق التعريق بتاعها متوازي، بس هنلاحظ إن العروق ديت جزء منها أو بعض منها لون الأصفر الفاتح أو لون الأصفر المتفاوت الدرجات بالتبادل مع اللون الأخضر الطبيعي، وبالتالي هنلاحظ وجود زي أشرطة في الورقة زي ما هنشوفها في الصور اللي جاية. الحاجة التالتة إن الأوراق بتكون في القمة أو الأوراق القمية بتكون خارجة كأنها من نقطة واحدة بشكل يشبه الوردة، وده اللي اتسمى منه اسم المرض اللي هو التورد. وبالتالي بتكون العقد والسلميات اللي خارجة من الكرمات متقاربة وبيظهر شكل التورد، وده أهم الأعراض المميزة للفيروس وزي ما هنشوفها دلوقتي مع بعض في الشرائح القادمة. الصورة اللي قدامنا بتوضح شكل التورد اللي احنا اتكلمنا عليه. بنلاحظ إن الأوراق اللي هي خارجة من نقطة واحدة كلها متقاربة مع بعضيها ولونها أصفر بالتبادل مع اللون الأخضر، ودي هنشوفه مع بعض. وده شكل تاني بيوضح شكل التورد وتقزم للشتلات أو الفسائل المصابة من الموز. الصور دي بتوضح الشكل بتاع التبادل ما بين اللون الأصفر واللون الأخضر الأشرطة اللي موجودة، ودي ممكن موجودة في قواعد الأوراق أو على الأوراق الرئيسية، بس الصورة دي بتوضح شكل الأشرطة اللي موجودة على قواعد الأوراق. وهنشوف دلوقتي على الأوراق الشكل بتاعها بيبقى هنا بتوضح الصورة دي بتوضح شكل التشريط أو الأشرطة اللي موجودة على العروق، بتبقى موجودة على الأوراق بالمظهر ده. بعض العروق بتبقى لونها أصفر وبعض العروق الأخرى بتبقى لونها أخضر، وبالإضافة إلى إن العرق ذات نفسه في بعض الحالات مبقاش واخد اللون الأخضر الداكن، بيبقى مناطق صفراء ومناطق لونها أخضر زي ما احنا شايفين على قواعد الأوراق زي ما احنا كنا شايفين من شوية في الصورة المكبرة. بنلاحظ إن في بعض العروق لونها أصفر وعروق لونها أخضر بالتبادل، دي برضه أحد الأعراض المميزة. بالإضافة للعرض الرئيسي اللي اتذكر أو اللي اتسمى عليه اسم المرض هي عرض التورد زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة اللي على الشمال، الأوراق كلها خارجة كأنها من نقطة واحدة تشبه الشكل المتعارف عليه للورد. أهم طرق مكافحة المرض، أهم طرق لمكافحة المرض بتعتمد بشكل رئيسي على أولا استخدام الشتلات أو الفسائل السليمة الخالية من الفيروس، وأيضا استخدام نباتات خارجة من مزارع الأنسجة خالية من الفيروس، وبالتالي أقدر أستخدم نباتات من البداية سليمة فيهاش أي إصابة. الحاجة التانية إن أنا أبتدي أعمل أزرع نباتاتي في مناطق ما كانش فيها إصابة قبل كده، أو أتجنب حدوث أو دخول المرض عندي في الحقل. الحاجة اللي بعد كده إن أنا أبتدي أستخدم بعض المبيدات اللي هي بنكافح بيها الحشر، خاصة حشرة المن زي ما ذكرنا، لأن حشرة المن واحدة من أهم طرق
النقل الفيروس الحاجة الأخيرة اللي معانا، إن مجرد ظهور أو النبات أو النباتات مصابة في الحقل مع بداية بعد الزراعة أبتدي أتخلص منها فورا لأنها مصدر للإصابة ونشر الفيروس في الحقل، وبالتالي أقدر أعمل مكافحة متكاملة للمرض. وبكده نكون انتهينا من محاضرة أهم الأمراض الفيروسية اللي بتصيب أشجار الفاكهة في مصر، مع تمنياتي لكم بالتوفيق. Thank you.